إيمانا مني بأن التعليم هو سيف الأمة الذي تقضي به على كل وحوش الظلام في هذه الأمة. هذه الأمة للأسف عششت في عقولها وفي أماكنها وفي كل مكان من ربعها وحوشا للظلام، وبالتأكيد القضاء على وحوش الظلام والإظلام والجهالة والتعصب لابد أن يبدأ بسيف العلم الذي هو سيف الحق والذي هو درعنا وحامينا في معركة المستقبل والتقدم. ولهذا فأنا أرحب بالأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم لعدة أسباب. أولا أنه حجر الزاوية في أي مشروع للتقدم. التربية والتعليم هي حجر الزاوية في أي مشروع لتقدم الأمم. الأمة التي تنهض بتربيتها وتعليمها هي أمة على الطريق السليم والصحيح للتطور والتقدم. ولهذا لم يكن من المستغرب أو من المصادفة أن تبدأ وزارة الثقافة ترتيب المنظومة الثقافية الجديدة للدولة بالبدء بوزارة التربية والتعليم، وعقدنا مباحثات وحوارات مطولة مع السيد الوزير ومع رجالات وزارة التربية والتعليم.